لو الحكاية فيها إن فيتو. صلاة الجنازة أربع تكبيرات على من حضر من أموات المسلمين. بعد التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في النصف الأخير من التشهد. وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للأموات الرحمة والمغفرة ونخلص لهم في الدعاء. وبعد التكبيرة الرابعة نقول اللهم لا تحرمنا أجرنا ولا تحرمنا بعدنا، واغفر لنا ولكم ولأموات المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فيتو.